أكدت مسؤولة التدريبات الحرفية بالمجلس القومي للمرأة نجوى إبراهيم بأن المجلس يعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفة أنه يتم تدريب السيدات على الحرف اليدوية. احنا في المجلس القومي للمرأة في تنمية المهارات بنشتغل على التمكين الاقتصادي للمرأة. التمكين الاقتصادي يعني يبقى عندها مشروع بسيط تقدر تعمله من البيت من غير إمكانيات كتيرة ولا من غير إمكانيات كتيرة أو خامات أو أجهزة، لأن كتير من السيدات بيبقى نفسهم إن هم يعملوا مشروعات بس ما عندهمش الإمكانية إن هم يبقى عندهم مكان يعرضوا فيه. فإحنا بنساعد السيدات إن هم يتدربوا على الحرف دي، ومش بنقف بس عند التدريبات، بنحاول بقدر الإمكان إن نفتح لهم قنوات للتسويق. قنوات التسويق دي من أكتر من وسيلة إن إحنا نخليهم يشتركوا في بازارات علشان تقدر تجرب إزاي تقدر تقف وتبيع وإزاي تشوف الناس مبسوطة من المنتج اللي هي عملته بإيديها.